ورجعنا لكم. فينا نقول مرحبا، كيفكن؟ ان شاء الله تكون مرقت عليكم صيفيه كتير حلوه وكتير مهضومه وكتير ترفيهيه. مثل العاده رجعنا لشو؟ للسنه الدراسيه وللمدرسه. اليوم رايحين نجيب قرطاسيه الاولاد، او بما يسمونها عندكم انه رايحين نجيب الكتب والدفاتر الخاصه بالمدرسه للاولاد. رايحين اليوم على مدرستهم، هلا بنفرجيكم اياها، نجيب كل لوازم المدرسه. زهراء بلشت مدرسة، الأولاد بعد كم يوم بيتركوا البيت وبيفيقوا من 7 الصبح ومنروح على المدارس. جاهزين انتوا للمدرسة؟ جاهزين. متحمسين للمدرسة؟ متحمسين. متحمسين تاخدوا كتير دروس متحمسين. وبالشتا ترجعوا وبالسقعة حلو. شو بدنا نغني للمدرسة؟ ما عم بعرف ادرس ولا عم بعرف احفظ ولا عم بعرف اكتب يا بابا، ما عم بعرف ادرس ولا عم بعرف احفظ ولا عم بعرف اكتب يا بابا، بدي احضر تلفزيون واتسلى بالتليفون والعب مع خيي ميمون يا بابا. اكتبوا لنا انتم بالكومنت اذا بلشتوا مدارس وكيف حماسكم للمدرسه. قبل ما نبلش كل شيء ما ننسى لايك وشير وسبسكرايب. خليكم معنا. احضركم كثير. الله يخليك يا الله يخليك. يلا روح. احنا هلا وصلنا على المدرسه. زهراء حافظه الطريق، انا مش حافظه الطريق. عاملين مثل الاحتفال للكيجيز، عم بيحضروهم ليجوا. بس من وين بدنا نجيب الكتب؟ الكتب من الإدارة، بدنا نروح على المطعم ثاني. من هون ولا من ورا؟ يلا يلا اسرع اسرع اسرع. من هون من هون. أنا هربت لأنه ما بحب العجلة كثير. بس لك الأجواء المدرسة شو مهضومة وشو حلوة. يلا من هون. لا من هون. ملاعب المدرسة كبيرة. يس، هون بنلعب فوتبول. في ورا باسكتبول بس ما قدرت. انا ذكرتوني بالمدرسة لإلي، اشتقت لها كثير. لا لازم قريبا اروح اعمل فلوج فيها. حرام. احنا المفروض نفوت نجيب كتبنا والدفاتر ونكملي وبس. هلا هون الصبايا والشباب ناطرين ياخذوا الدفاتر. هذا لأي صف؟ فرجيني افتحيهم. اعطيني كيس. اوبا افتح الكيس الثاني. ذكرتوني بالمدرسة، ما عاد بدي اتذكر. خلص اخذنا الدفاتر، هلا وقت الكتب. لا انا رح احملهم هيك عني. هلا الكتب حطوهم هون بس ترجعوا تحملوني اياهم. هلا بعد في الكتب هول كلهم
وين صفكم؟ بالمبنى الثاني. ايه انا هون بس الطابق اللي فوق بعد. ليش عم تحط الكاميرا بوجهي؟ بدي اشوف منظري. اعطوا له ورقة لعمو. قولوا له بدنا الكتب. تكرم عينك. وسهلا فيك. انت مشتاقة تقعدي كل هلا كل الشتوية 9 اشهر تدرسي؟ قلت خلاق. انا ما صدقت على الله خلصت. خلصت مدرسة وخلصت جامعة. هو بعد اشتغل. سنة برجع عندك جامعة. وبيجي أكثر اختصاص ما له وقت. كلهم لهم وقت. كلهم من 3 سنين وبتطالع. خلص أكثر واحد له 3 سنين. عندنا هون توينز. كل واحد كتاب. مين عنده توينز بالبيت بيشتري كل واحد كتاب؟ مش حيصير. أنا وزينب بس كنا بالمدرسة ما نقبل نستعمل نفس الكتب. كل واحد كتاب. انتو نفس الشيء؟ اه. ما بتحبوا تستعيروا من بعضكم الكتب؟ لا. ما بتحبوا تدرسوا بنفس الكتاب؟ بتوفروا على الماما والبابا؟ ما فيكم؟ ما بستحمل. ما بتقدروا توفروا على الماما والبابا؟ ما بقدر الواحد يكتب معي. ما بقدر. بتضيع. انا بتكتب لحالي؟ عشان بيكتب لي كلمة انا بدي ارجع اعيدها للكلمة كلها، بيرجع على الخط مش فاهم. ليه بروح حاسب مصر. ليه مصر؟ مو ولا شيء. لغتي هذا الصف الرابع. رابع. رابع؟ لا هذا كتاب رابع. كتاب رقم 4 سنة. هذا ألف. إليك. لك ما أكبر بس ليش الآن؟ مدرستي يا مدرستي. مدرستي. واللي تحت لمين المات كمان؟ لا هولي هي كريديت فري صرتوا تاخذوا مات. هذا من زمان ما من زمان. لا هلا متطور اكثر. خليني اشوف في بقلبه. يمكن صار تايمز يمكن ديفايد. لا بلس كثير عم بقول بس كثير حلو. هول الاشياء البوليجون والترينجل والقصص. انا بحب المات كثير. انا ما بحب الماث. هول ديفايد هول فراكشن. انا هول تعلمت بس صعبين. لا بياخذوه. الى اللقاء. الحمد لله اللي خلصت. الحمد لله. هيخذ الكتاب على ورقه. ترجيني الكتاب اللي تحته شو هو؟ انجلش هي. انا كنت فرنسي. مين كان فرنسي ومين كان انجلش؟ نحن فرنسي وانجلش. عم تاخذوا فرنسي؟ ايه نحن فرنسي كمان. كاييد اكتيفيتي. اوكي هول لي هوليك يا زهراء اكيد. يلا عمر شيك معي. يلا شيكوا معه. انتوا صاحبين العلاقه شيكوا معه. من ثالث. واحد اثنين ثلاث. هون بنبلش مع التوينز محمد ومليكة. مليكة ومحمد. مليكة مدرستي أحلى مزيكا. يا يلا يلا نادي نادي هيدا. رايكم حملوني كل كتبهم وهني ماشيين فري. طبعا أنا عم سوي. قاعد بالسيارة. ايه خالو ما اجا معنا. طلعت القرطاسية من ظهري أنا. كمان بدنا نجيب شو؟ بفضل عنا بعد الشنط والمقالم مقلمة ما بعرف شو بتسموها. بدكم تدفعوا ماني. أشرف كتير مبسوط. كتير. بس كرمال تتعلم. بدكم تدفعوا كمان محيات وقلم تلوين وشنط. هلا حنجيبهم؟ المفروض إذا معنا وقت هلا بنجيب. أوكي. لا يكون احنا شو عملنا كتبنا على ورقه الاغراض يلي بنحتاجها حندفع الدنيا مش نحن هم. انا تعبت انا وماشي. ما خسرنا. اوكي انا تبرعت. يلا انطرونا يا جماعه لكن رحنا على السياره لانه نجيب شو ضعف دخل تعوا احملوه عندي لحتى نجيب باقي الكرتسيه يعني كل شيء.
مشاهدينا الكرام، من بعد ما جبنا الكتب وبعض الدفاتر، رايحين هلا على مكتبة بتحتوي أكثر كرطاسية، يعني أقلام ومحايات ومساطر ومبرايات وشنط وكثير أشياء حلوة رح نشوفها هلا معكم، لنشوف شو بدهم يختاروا شنط الأولاد، لنشوف ذوقهم بالاختيارات صح، ولنشوف نحن ذوقنا كمان شو رح بيكون، رح نعطي رأينا وذوقنا رح نشوف إذا يس أور نو، يعني رح يختاروا معنا ولا لا، رح يقبلوا ذوقنا ولا لا، ولكن الاختيار الأخير بيكون عليهم هن، لأنه هن التلاميذ هن اللي حقهم يختاروا الاشياء اللي بتعجبهم. خليكم معنا لتشوفوا شو رح بيصير. نحن وصلنا وهلا الصبايا والشباب عم يختاروا قرطاسيتهم من دفاتر لأقلام، الأقلام ورا من الجهة الخلفية. هاي ستيكرز، اختاروا كتب ودفاتر وأقلام وهالأمور بسرعة. يلا روح دفتر للرسم. أكيد بعرفك أنا تاخدي لترسمي. مش للرسم هذا وأي كتب. يلا جل. شو بدك اختاري؟ هذا دفتر رسم للرسم. انا اخذت هيدا مخلين معي كثير حلو. انا جبت محشيات مبرايات. ما بتكون اقلام ما عم تعوزوا هلا بيك زهراء بتعوز. انا جبت اقلام تلوين وخشب ومي كثير بنستعمل احنا. هلا وقت اختيار الشنطة. هيدي لانه لها دواليب عشان يجرى اذا فيها كتب ثقيلة، بس في احلى منها. عنو في احلى بعد هول حملتوني اياهم. شو الفرق؟ هي زيتها هي لا ايه صغير بتقدر يلا مهضومة هذه حالة. شو؟ شو بدي تصير احملها تصير طلع مثلا كتب ما فيها ولا كيف بدي صور 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 بدي صور. ما بدك مثل هيدي اللونش بوكس؟ بلا حلوة كثير حلوة صراحة. يلا شو لمستكم؟ لا لا هيدي أجمل. عم نحاسب بالغراض. شو اخترتوا اشياء عجبتكم؟ كل شيء عجبكم؟ كله على ذوقكم؟ شو هاي ورقة الغراء الكرطاسية؟ هولي جبتيهم؟ هولي مين حد كله حيدفعهم؟ خالي مين حيدفع حقهم؟ انا شيك. وهيك مثل ما كنتم شايفين
الاولاد جابوا المكتبه كلها. اسعار المدارس ما تفوتوا اولادكم على المدارس. لا اسعار مقبوله، عملوا لنا حسم. جبتوا كل شيء على ذوقكم؟ ناقصكم شيء؟ كل شيء. وانت؟ كل شيء. وانت؟ وانت يا زهراء؟ يلا روح تكلوا على الله. يلا يلا باي. هلا بعد شوي، بعد شوي بالبيت بتوزعوا الاغراض، يعني كل شيء قرطاسيه بتفرقوا وبتفرجون على الجمهور. اوكي اوكي.